هنا مسألة رابعة حتى ننتهي من هذه المسألة. هل ابن تيمية رحمه الله يقول بهذا القول كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيها ذكر لهذا القول أبدا؟ كتب شيخ الإسلام ليس فيها ذكر لذلك، إنما هناك رسالة منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها جزم وتصريح بهذا القول. هذه الرسالة حققت وهي منسوبة لشيخ الإسلام وهي غلط عليه، لا تصح عنه. هذه جهة. ابن القيم رحمه الله يقول إن شيخنا شيخ الإسلام يذكر هذه المسألة ويقول إن فيها خلافا معروفا، فهو يشير إلى أن ابن تيمية يذكر تارة الخلاف. نعم ابن تيمية كما ذكر ابن القيم ولا يمكن أن يكون غلط عليه، نعم يذكر الخلاف، لكن هل يلزم أن شيخ الإسلام يذكر الخلاف بنفس الدرجة التي يصورها الإمام ابن القيم؟ هذا فيه تأخر، وشيخ الإسلام في كتبه نص في مواضع كثيرة على أن الجنة والنار لا تبيدان ولا تفنيان، وذكر هذا إجماعا عند أهل السنة والجماعة، وأن خلافه من أقوال أهل البدع، وما نطق بحرف في كتبه المعتبرة المضبوطة عنه ما نطق بحرف واحد في أن النار إيش تفنى. وعلى فرض الجدل أن ابن القيم أو أن ابن تيمية رحمه الله يقول بفناء النار، فهذا اجتهاد قد فرد فيه وفاته فيه شيء، أمره يسير ولا يكون من المسائل المشكلة على طالب العلم. نعم. قال وأهل الجنة